لا انا الاول انا ما كانش اساسا في دماغي امثل، يعني لما اتعرض عليا الفيلم انا كنت اساسا في مصر بصور اعلان، فقالوا لي ان في فيلم بيتحضر وبيتجهز، وكنت اتعرفت على دكتور مدحت صدفه واستاذ سعيد في شرم الشيخ، كانوا بعينه الاماكن اللي هيتصور فيها شوط كندا وكده، فتعرفت بيهم وخلاص روحت بيروت. جيت كمان 3 4 شهور كمان كنت بصور اعلان، فقالوا لي يعني لو تعملي كاستنج في عند مع العدل جروب وشوف لو هتقدري تمثلي او هتعرفي تعملي الدور. فانا اساسا ما اعرفش كنت اتكلم مصري، فوصلت اساسا كان احمد لسه هيروح، كان موجود استاذ سعيد ودكتور محمد ومدحت، فادوني كده مشهد يعني من الفيلم وقريته، اساسا قعدت شويه اقرا اساسا المصري ازاي، وقالوا لي بس مثلي. يعني قلت لهم اه بس انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش، يمكن لازم اعمل كوبايه كده، مش ما ينفعش كده، انا ما اعرفش اتحرك كده. طب انت ليه كان مطلوب منك انك تتكلمي باللهجه المصريه مع ان الدور كان دور فتاه لبنانيه؟ لا كان مطلوب مني اتكلم مصري ولبناني او لغه تانية او شاني، يعني مش لازم يبقى لبناني. انها المفروض انها اتعلمت فتره من حياتها كانت في مصر. في مصر اوكي تمام. فده طبعا سهل الامور شويه علشان ما كانش مطلوب مني اتكلم مصري كويس الاول. فعملت التست الكاستنج وقالوا لي يعني حسيت انه اوكي المفروض ان اشوف السكريبت ولو يعجبك كده، فبالظبط عجبني جدا وقلت عايزه اجرب التجربه دي. يعني انا طبعا ما مثلتش قبل كده ولا ليا اساسا ولا خريجه فنون جميله، يعني مسرح، انا خريجه فنون جميله، بس قلت عايزه اجرب وكده وافقت. طيب.